تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الإيجابية، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور مستمعينا بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأيضا معانا اليوم بتشاركنا الحلقة إن شاء الله الأخت آمنة العلي، وصبحكم الله بالخير جميعا. اهلا فيك اخوي عبد الله، وصباح النور والسرور. الله يحييكم ان شاء الله. وانا ايضا محدثكم عبد الله محمد جمعه، ومن خلال برنامج صحه وسعاده نرحب بتواصلكم معنا على الارقام 600551414، وعلى الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا تحت عنوان صحة دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد 19. وأيضا دائما فقرة المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون تعطينا المستجدات الأخت وزميلتنا أسماء الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان التخطيط الصحي للحمل. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم خدمات هيئة الصحة بدبي ومبادرات هيئة الصحة بدبي في شهر القراءة، وبيكون معنا إن شاء الله اليوم عبر الهاتف الأستاذ خالد الجلاف، خالد علي الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي. وننتقل وياكم مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الأولى، فقرة الأخبار. وصحة دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد 19. بتوجيهات محمد بن راشد، صحة دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد 19، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع. أعلنت هيئة الصحة بدبي عن التوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد 19 لجميع الفئات من سن 40 عاما فما فوق من حاملي إقامة دبي سارية، والمقيمين من سن 60 عاما فما فوق ممن يقطنون دبي ويحملون أيضا إقامة أي من الإمارات الأخرى، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية. ومن فقرة الأخبار ننتقل اختيامنا معاك إلى فقرة السوشيال ميديا. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما عودنا المستمعين على فقرة السوشيال ميديا اللي نتناول فيها مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة، ويسرنا اليوم أن تكون معانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، في آمنة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أختي أسماء الجندي المجهول في هيئة الصحة في دبي. صراحة يسرنا اليوم ويسعدنا أن نستضيفك مثل دايما، ونبي نسمع اليوم منك آخر الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. ما شاء الله أنت قلت الخبر المتداول في السوشيال ميديا. الخبر اللي هو مثل ما قرأ الأخ عبد الله هو الخبر الخاص ب
التوجيهات اللي جت من صاحبة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هيئة الصحة توسع بحمص التطعيم، وهذا كان الأكثر يعني الخبر الأكثر رواجاً كان في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا هيئة الصحة بدبي حطت مثل كتيب صغير في قنواتها الاجتماعية تتكلم بالتفصيل، لأن يعني الحملة شاملة الفئة اللي كانت المرأة السابقة والفئة الحالية واللي هم المواطنون أصحاب الهمم وأمراض المزمنة، ما زلنا في حمل تطعيم معهم، بالإضافة إلى الأسماء أو الفئات الجديدة اللي تكلمنا عنها اللي هي مثل المقيمين في دبي عندهم إقامة فوق 40 دول مجلس التعاون، عندهم بطاقة هوية إماراتية وكبار السن اللي مقيمين في دبي و من يعني حامي إقامة إمارات أخرى. بس نأكد أن خط الدفاع الأول والمهن الحيوية فئات يمكن لها الحج من خلال التنسيق بين الجهة وبين الهيئة، عن طريق التنسيق بين الجهتين. وصلتنا مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات حول قنوات التواصل الاجتماعي، منها كيف واحد ممكن يسجل في التطبيق، منها طريقة في مثل رابط أيضا موجود في النشرة اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي اللي هو رقم سجل الطبي MRN، حطينا الرابط ممكن هم يسجلون، طريقة وايد بسيطة، وكل اللي يحتاجون أن يحطون MRID مالهم وراح تنسحب البيانات الموجودة وراح يوصلهم رمز تعريفي على الرقم المسجل في بطاقة الهوية، ويقدرون عقب يسوون MRN نمبر أو رقم سجل الطبي. أيضا من ضمن الاستفسارات اللي وصلت هل هو فقط الفئات الموجودة؟ نعم، وصلتهم بعض الأسئلة شو اللي عن 40 وأقل. هيئة الصحة عندها مراحل في حملات التطعيم، حاليا كانت المرحلة قبل 60 وفوق، حاليا المرحلة 40 وفوق، وأكيد المراحل الجاية بتكون جاية وبنعلن عنها مثل ما أعلننا عنها يوم أمس. أيضا من ضمن وصلتنا بعض الاستفسارات حول مراكز الفحص الخاصة بكورونا، المراكز موجودة، ممكن حد موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الرقم المجاني. وصلتنا بعض الأسئلة إذا كان واحد مصاب متى ممكن يأخذ التطعيم، ممكن إذا كانت الجرعة الأولى ممكن يأخذ تطعيم بعد هيئة الصحة تقدم خدمة عقب 13 من الإصابة، أما إذا كان موعد الجرعة الثانية إذا ما كان عنده أي أعراض أو أعراض بسيطة خلال فترة الإصابة يخلق مدة العزل الصحي اللي هي 10 أيام، ومن ثم إنه يعني إذا كان موعد جرعته موجودة بعد العزل ممكن يأخذها، إذا طافت ممكن يتصل بالرقم مركز الاتصال 8342 يحجز الموعد الجديد وبعدين يروح يأخذ تطعيم. نعم، أسمع طبعا أنتم شغالين على مواقع التواصل الاجتماعي، لو تذكرين مستمعين بقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي. كل قنواتنا هي DHA_Dubai اللي هي على تيك توك، سناب شات، تويتر، إنستغرام، وأيضا بريسكوب موجودين على اليوتيوب والفيسبوك واللينكدين هو دبي هيلث أثوريتي. هاي هي طريقة التواصل، ونحن تقريبا نستقبل الملاحظات من عند الناس أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي ونجاوب على الاستفسارات بالأخص في قناتين تويتر وإنستغرام وفيسبوك. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، والأسئلة ما شاء الله بعدها موجودة ونحن نحاول أن نجاوب على كل الاستفسارات. أكيد المواعيد موجودة والحد يكون حسب الفاكنسي الموجود، المواعيد الموجودة في التطبيق، والهيئة بعد تتوسع وبنتم نعلن عن كل توسع يصير خاص بالتطعيم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال قنوات الإعلام. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي أختي أسماء بصحة وسعادة. وطبعا أعزائي المستمعين مثل ما قلنا كل أخبار هيئة الصحة بدبي بتحصلونها على قنوات التواصل الاجتماعي، هناك فريق عمل كامل متكامل يعمل على توفير هذه المعلومات بكل سهولة لكم، حتى التوسع والخبر اللي قرأ اليوم عبدالله بتحصلونه على إنستغرام هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA_Dubai. نشكر أسماء الجناحي على معلوماتها اللي تقدمها لنا وآخر مستجدات
تطبيقات السوشيال ميديا. نعم، وقبل لا نطلع الفاصل أيضا اختتامنا بنذكر مستمعينا الأعزاء على مراكز الفحص اللي تتطلب موعد، ومثل ما نعرف أمن أن جميع المراكز الخاصة بهيئة الصحة بدبي الخاصة للتطعيمات واللقاح هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز الإسيلي. أيضا بجانب المراكز الصحية هناك مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، وأيضا نادي النصر الرياضي. أما المراكز اللي مراكز الفحص دون موعد مسبق هي منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق مول الإمارات وأيضا سيتي سنتر ديرا. وناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا فقرة أنماط الحياة، واليوم تحت عنوان التخطيط الصحي للحمل. بتكون معنا عبر الهاتف الدكتورة أسماء شريف الأميري، طبيب أخصائي وقسم طب الأسرة، ودائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما مستمعينا نرحب بتواصلكم على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقراتنا مستمعينا، واليوم فقرتنا الثانية فقرة أنماط الحياة تحت عنوان اختيامنا اليوم، صراحة العنوان جميل يعني شد انتباهي، التخطيط الصحي للحمل. جميل أن الإنسان دائما يخطط لكل أموره في الحياة، يعني سواء أمور العمل أمور البيت، ولكن التخطيط لتكوين أسرة يعني جديدة وبداية من الحمل فالحقيقة شيء جميل جدا. نعم طبعا أخوي عبدالله، مثل ما تعرف عادة عندنا المتداول أنه لا يكون هناك تخطيط مسبق للحمل، ولكن صحيح. الحين مع الوعي ومع طبعا نضج المرأة، ويمكن تكون المرأة متزوجة في عمر مناسب وتكون ناضجة، يكون هناك أيضا تخطيط للحمل مثل ما ذكرت، لأن هذا التخطيط السليم والصحي أثر إيجابيا في النهاية على الأم وعلى الطفل وفي المستقبل على تكوين أسرة يعني صحية وسليمة. ولهذا الموضوع وللحديث أكثر عنه يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة أسماء شريف الأميري، طبيب أخصائي في طب الأسرة. صباح الخير دكتورة أسماء. صباح النور والسرور. أهلا فيك دكتورة. أهلين. مرحبا دكتورة أسماء. نحن قبل كنا نتكلم أنا والأخت آمنة الحقيقة عن العنوان لهالفقرة التخطيط الصحي للحمل، فكنا نقول يعني جميل جدا بأن الإنسان دائما يكون عنده تخطيط لحياته كلها، وأيضا يعني هذا جانب مهم جدا أن التخطيط للحمل والتخطيط لتكوين أسرة وعائلة في المستقبل أيضا. طبعا كلامكم 100% صح، التخطيط لكل أمور حياتنا مهم وضروري. التخطيط مهم لإنجاح المشروع، أي مشروع نحن ناويين ندخل فيه مهم أن نحن نخطط له جيدا بحيث أن نحن نضاعف الخطورة اللي ممكن تستوي. والتخطيط الصحي للحمل يعزز من أن الحمل هذا يكون حمل صحي، ويقلل فرصة حدوث أي مضاعفات أو أشياء نحن ما نرغب فيها ممكن أن نحن نتجنبها أنها تحدث خلال فترة الحمل. نعم، وطبعا دكتورة الحديث عن هذا الموضوع، إذا بنقول شو هي الخطوة الأولى اللي ممكن لأي شخصين متزوجين أنهم يقبلون عليها عشان نقول أن هذا هو التخطيط للحمل، شو ممكن زيارتهم للطبيب تكون يعني، وشو هي أول خطوة ممكن يقومون بها؟ طيب أول خطوة واللي هي الخطوة المهمة والضرورية هي زيارة الطبيب متى ما هم قرروا أو كان عندهم رغبة في أن يصير حمل أو بدأ تكوين عائلة.
فمجرد زيارتهم للطبيب هذه هي خطوة جدا مهمة، وهي تعزز من أن الحمل هذا يكون حمل صحي. خلال زيارتهم هاي للطبيب لابد من تزويد الطبيب بكافة المعلومات المطلوبة. ويوم نتكلم على المعلومات، معلومات ممكن تكون دقيقة جدا، ومعلومات حتى ما تخطر على بال الشخصين المتزوجين أنهم يوفرونها للطبيب، لكنها ضرورية نركز عليها. ومن ضمن هاي المعلومات اللي لابد انهم يزودونها للطبيب، اولا اذا كانت المرأة بالذات او احدى الزوجين يعاني من اي امراض مزمنة، مثال عليها الضغط، السكر، الكوليسترول، وحتى الامراض النفسية اذا كانت المرأة تعاني من الاكتئاب او صادف انها عانت من الاكتئاب سابقا. المعلومات الثانية اللي هي إذا كانت المرأة تأخذ أي نوع من الأدوية لأي مشكلة عندها، أو حتى أحيانا المكملات الغذائية والفيتامينات والأعشاب إذا كانت الحرمة تأخذها، لابد من إخبار الطبيب بالمعلومات هاي. بعدها عندنا التاريخ العائلة الصحي، إذا كان في أي حد في العائلة عنده أي عيوب خلقية، أي مثلا تكرار أو وفاة في الرضع لديهم في العائلة، أو إذا كانت المرأة نفسها قد حملت سابقا وصار عند الجنين أي عيوب خلقية، فهاي من المعلومات اللي جدا مهمة ولابد تزويدها للطبيب. المعلومات الثانية اللي هي العادات الخطرة، إذا كانت المرأة بالذات أو حتى إذا كان الزوج يمارس أي من العادات الخطرة، مثال عليها التدخين، فلابد للطبيب أنه يعرف وجود هاي العادات بحيث أن التدخل قبل ما يصير حمل يقلل نسبة الخطورة، ويكون حتى نحن دورنا كأطباء خلال هالفترة أسهل، بحيث نحن ممكن ندعم الزوجة ببعض الأدوية اللي تساعدها على الإقلاع للتدخين اللي ممكن نحن ما نقدر نبتديها أو نتدخل فيها خلال فترة الحمل نفسها. نعم دكتورة، ذكرتي التاريخ الصحي للمريض، فبناء على التاريخ الصحي للمريض هل هناك فحوصات معينة مطلوبة ويتم تسجيلها في السجل الطبي للشخص اللي قادم لديكم؟ أكيد. نحن عندنا إذا المرأة جت وهي أوردي عارفة نفسها أو أوردي عندها التشخيص بأي من الأمراض المزمنة فكان بها. أما أحيانا نحن عندنا بعض الحالين يكونون ما راجعوا الطبيب لفترة طويلة، فخلال الزيارة هاي مهم جدا أن نحن نقوم بعمل الفحوصات الدورية، مثال عليها نسبة الكوليسترول، نسبة السكر، فيتامين دال، مخزون الحديد، نتأكد أن الوضع الصحي للمرأة مستعد أو عندها استعداد صحي للمرحلة المقبلة. هي مو مرحلة بسيطة مرحلة الحمل، فلابد أن جسم المرأة صحيا يكون مستعد لبدء هاي المرحلة. الفحوصات الثانية نحن بالأغلب عندنا الحمد لله في دولتنا بعض الفحوصات نسويها في مرحلة ما قبل الزواج، اللي هي مثال عليها الأمراض اللي ممكن تنتقل للجنين، مثلا الكبد الوبائي B والكبد الوبائي C، فصيلة الدم لكل الزوجين. هاي الفحوصات الحمد لله نحن نسويها في مرحلة ما قبل الزواج. من الفحوصات المهمة أيضا اللي احنا ممكن نسويها في هالفترة للمرأة اللي هي الفحص المبكر لسرطانات عنق الرحم، لأن بعدها الحرمة بتدخل في مرحلة حمل 9 شهور، فالفحص هذا الأفضل أنه ما يتأجل لمدة طويلة. نعم، وطبعا دكتورة هل هناك حالات تلجأ فيها الزوجة أو يعني كلاهما أخذ لقاح معين مثل ما نعرف؟ طيب نحن عندنا من الفيروسات اللي ممكن ان الحرمة اذا انصابت فيها او ما كان عندها مناعة جيدة ضد الفيروسات هاي ممكن ان تسبب اجهاض او تسبب عيوب خلقية لدى الجنين، فمهم جدا ان نحن في فترة ما قبل الحمل نتأكد ان المرأة عندها مناعة جيدة، فنقوم بعمل بعض الفحوصات لنتأكد ان الحرمة لديها مناعة من الحصبة الألمانية ومن الجدري. في حالة أن المرأة ما كان عندها المناعة هاي نحن نقوم بإعطائها التطعيم بحيث أن هي تتكون لديها المناعة، وطبعا في هالحالة نحن ننصح المرأة بتجنب حدوث حمل أو باستخدام أي من طرق الوقاية من الحمل لمدة شهر بعد اللقاح، وبعدها ممكن للحرمة تحمل وتكون كونت المناعة ضد الفيروسات هذه. صحيح دكتورة، يعني اتطرقنا نحن إذا إلى بعض الأمور الخاصة بالمرأة، يعني إذا أخذنا يعني من جانب الزوج أو الرجل، هل التاريخ المرضي لعائلة الزوج مهمة في خلال المرحلة هاي؟ وشو الأمراض اللي حين نتوقعها أن الزوج أيضا يحتاج بأن يعني يلجأ إلى الطبيب ويسوي بعض الفحوصات على أساس أن تكون عملية التخطيط يعني متكاملة وسليمة؟
طيب نحن أول شيء طبعا وجود الزوج في الزيارة الاستشارة الطبيب في مرحلة ما قبل الحمل. نعم. في البداية هو يعطي عامل ودعم نفسي قوي للمرأة في الاستعداد للفرصة للمرحلة القادمة. صحيح. الشيء الثاني عندنا أيضا الزوج هذا بيكون رب أسرة وبيكون له دور كبير في أنه يقود مشروع كبير. صحيح. فلازم نتأكد أنه ما عنده أي مشاكل مزمنة أو أمراض. في احيانا بعض الامراض مثال عليها السكري ممكن انه هو يسبب تاخر لدى الحمل للمراه، لكن متى ما نحن تدخلنا قبل وعالجنا المرحله وكان السكر تحت السيطره كل ما كان فرصه حدوث الحمل اسرع. التاريخ الاسري مهم اذا الامراض الجينيه او مثلا حدوث بالذات العيوب الخلقيه اللي تكون متكرره مو بس في شخص واحد حتى في العائله، لكن اذا كان كذا شخص في العائله عنده عيوب خلقيه لابد ان الموضوع هذا ينذكر للطبيب حتى اذا كان من طرف الزوج. وفي هالحاله نحن بالاغلب طب الأسرة نقوم بتحويل المريض لأخصائي الأمراض الوراثية بحيث أن نستبعد. صحيح. وجود أي مرض وراثي يكونون العائلة ما عندهم علم بوجوده. نعم. الشيء الثاني مبدأ التدخين في عندنا فكرة خاطئة في المجتمع أن فقط المرأة الحامل لازم ما تدخن، لكن أيضا إذا الزوج كان مدخن يزيد فرصة المشاكل اللي ممكن تستوي لدى الطفل لدى الجنين، وحتى بعد ولادته ممكن أن الطفل هذا إذا تعرض للتدخين السلبي ممكن أنه يكون معرض للربو أكثر، ممكن يكون معرض لحساسية الجلد أكثر. فالثقافة هاي تكون للزوج وللزوجة كمان. صحيح دكتورة، بس في حالة إذا كانت المرأة مصابة بداء السكري أو الرجل، ما هي الفترة المحددة للتخطيط قبل يعني الحمل؟ يعني متى ممكن يتم التخطيط للحمل؟ الفترة إذا كان يعني الزوجين سواء الزوجة أو الزوج مصابين بداء السكري. طيب إذا كان الـ في البداية نحن في مرحلة هاي مرحلة ما قبل الحمل متأكد من شيء واحد مهم جدا عندنا إن السكر متحكم فيه. صحيح. وبالعادة نحن نلجأ للسكر التراكمي لمعرفة إن السكر هل نحن متحكمين فيه أو لا. نعم. إذا كان السكر التراكمي أقل من 6.5 معناته أن الحرمة في تحكم جيد للسكر، والدراسات أثبتت أن التحكم الجيد للسكر في مرحلة ما قبل الحمل تقلل من المشاكل الموجودة في الحمل. ومثال عليها مرضى الحرمة إذا كانت مصابة بالسكر الجنين يكون معرض لخطورة العيوب الخلقية أكثر ومنها. صحيح. المشاكل اللي تكون في القلب، لكن الدراسات أثبتت إذا التحكم كان موجود في المرحلة ما قبل الحمل فنحن بالإمكان أن نحن الفرصة أو الخطورة أن الطفل يكون عنده العيوب هاي تكون جدا أقل. النقطة الثانية. صحيح. المرأة اللي عندها السكر تكون تاخذ أدوية، فنحن لازم نتأكد أن الأدوية اللي هي تاخذها مناسبة للحمل بحيث أن هي تكمل عليها. إذا كان في أي أدوية السكر المفروض هي ما تاخذها في فترة الحمل نحن نفضل أن نحن نغيرها وننظم السكر على الأدوية الجديدة اللي هي مناسبة خلال فترة الحمل بحيث أنها تكمل عليها حتى بعد حدوث الحمل بالضبط. نعم. وأيضا دكتورة أسماء الجميل في الموضوع يعني في قسم طب الأسرة لديكم الفريق الطبي المعالج للحالات هاي يتضمنها أيضا الجانب الغذائي يعني أخصائية التغذية أكيد يعني خلال المرحلة هاي إذا كانت المرأة مصابة بداء السكري أكيد يعني أخصائية التغذية لها دور حيوي جدا ليعني إعطاء بعض النصائح والبرنامج الغذائي المتكامل للمرأة الحامل اللي عندها يعني بعض المشاكل إذا كان يعني أثناء فترة الحمل في عدم انتظام يعني السكر. أكيد أكيد نحن التغذية مو بس مهم لمرضى السكر، التغذية مهم لكل مرأة على وشك الحمل. ودائما نقول زيادة الوزن أو السمنة في فترة ما قبل الحمل تعرض المرأة الحامل لمشكلة صحية ومن ضمنها ارتفاع الضغط في الحمل، سكر الحمل. فمتى ما الحرمة وصلت الوزن المثالي في هاي المرحلة مرحلة ما قبل الحمل كثر ما نحن قللنا فرصة وجود مثل هاي المضاعفات في فترة الحمل. نعم. دكتورة أسماء الشريف الأميري طبيب أخصائي في قسم الطب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، سعدنا جدا حقيقة بالحديث معك عن الموضوع التخطيط الصحي للحمل. يعطيك ألف عافية دكتورة أنت وفريق العمل على الخدمات المميزة اللي تقدمونها. شكرا جزيلا لك. الله يعافيك. شكرا جزيلا. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل وبعد الفاصل شو عندنا اختيامنا؟
طبعا بعد الفاصل عندنا مبادرات الهيئة في شهر القراءة. نعم، وبيكون معنا مستمعين الأعزاء الأستاذ خالد علي الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات والتحليل البيانات. دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء عن خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان مبادرات الهيئة في شهر القراءة. وطبعا تحتفي دولة الإمارات في كل عام بالقراءة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس شهرا وطنيا من كل عام للقراءة، ولتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة وتكثيف المبادرات والبرامج المشجعة على القراءة. وللحديث عن مبادرات هيئة الصحة في دبي في شهر القراءة، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ خالد علي الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في الهيئة. صباح الخير أستاذ خالد. طبعا ننتظر أخوي عبد الله الأستاذ. نعم. خالد ليحدثنا أكثر عن شهر القراءة، لأن مثل ما نعرف أخوي عبد الله الأستاذ خالد ليس فقط مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، وإنما هو أيضا فنان تشكيلي لها. نعم. عشقه للخط العربي وللفنون التشكيلية. أنا الحقيقة أعشق خطه ما شاء الله، ورسوماته جميلة جدا. نعم، نتمنى أن نتواصل مع الأستاذ خالد. أخوي عبد الله، حدثنا شوي عن دورك في شهر القراءة، شو حاب تنمي في هذا الوقت؟ أنا الحقيقة خلال المرحلة هاي في الشهر هذا دائما فكرت الحقيقة، حتى بارحة كنت في المكتبة ويالس أخذ الكتب اللي فيها يعني قصص واقعية لناس يعني لهم بصمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخذت كتابين حقيقة، بس ولكني ما بقول منهم يعني الناس اللي هم يعني أصحاب الكتاب، ولكن إن شاء الله حاط في بالي إن خلال الشهر هذا أحاول إني أقرأ أكثر من كتاب في أكثر من موضوع إن شاء الله. أما عن موضوع اختيامنا، تفضلي. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما نقول إن كل ما كان للإنسان رصيد عالي في القراءة، كل ما كانت ثقافته أعلى، وطبعا الثقافة كل ما زادت كل ما زاد مستواك الاجتماعي، لأن أنت بالثقافة تقدر ترتقي اجتماعيا وظيفيا وغيرها من الجوانب. طبعا نعم، معنا الآن مستمعين الأعزاء عبر الهاتف الأستاذ خالد علي الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي. أستاذنا الكريم خالد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور أخي عبد الله. هلا والله. الله يحييك أستاذ خالد، نحن سعيدين جدا الحقيقة بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث معك عن مبادرات هيئة الصحة بدبي. تفضلي. أنا أسعد أني أكون معكم وأوضح إن شاء الله بإذن الله تعالى للجمهور الكريم عن الفعاليات اللي تنظمها الهيئة إن شاء الله في خلال شهر القراءة. نعم. بداية أستاذ خالد، حابين نعرف منك شو أهمية شهر القراءة لدينا هنا نحن في الإمارات، وفي مثل ما نقول يعني شهر يخصص كامل للقراءة، حابين نعرف منك أكثر عن أهمية هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية لابد أن نؤمن بأن شهر واحد للقراءة لا يكفي. صحيح. إنما لابد أن تكون أيامنا كلها قراءة، لأن الأمة التي تقرأ هي أمة حية، هي مواكبة لكل ما هو يعني محيط بها، وتستطيع أن تعيش وتبني وتخطط للمستقبل وفق قراءاتها ووفق المخزون المعرفي الذي يتولد من هذه القراءة.
ولكن دولة الإمارات ومن خلال يعني توجيهات القيادة العليا يعني رسخت مبدأ القراءة على الأقل شهر كامل هو شهر مارس من كل سنة. تحاول وتسعى جميع المؤسسات الحكومية في الإمارة وفي الدولة في على تعزيز مبدأ القراءة وثقافة القراءة بين موظفينها لمواكبة كل ما هو جديد في المعارف، في الآداب، في اللغات، في الثقافات المختلفة. صحيح. ونحن في هيئة الصحة بما أننا هيئة متخصصة في مجال القطاع الصحي، القراءة مهمة جدا لكافة منتسبي القطاع الصحي، لأن الطب في تحديث وفي وفي تطوير لابد أن نواكبه حتى نستطيع أن نقدم أفضل الخدمات في القطاع الصحي ونقدم أفضل العلاجات، وكذلك في المجال الصيدلاني وفي مجال المختبرات وفي المجال الإداري وغيرها من هذه الأمور. فهذه المبادرة تعزز مفهوم القراءة لدى كافة المنتسبين في القطاع الصحي حتى يكونون قريبين عما يحدث في العالم من تطورات ومن اختراعات ومن اكتشافات ومن يعني معلومات جديدة حول الأمراض وحول علاجاتها وحول آخر التقنيات المتوفرة. صحيح. أيضا أستاذ خالد، من أقوال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في غرس عادة القراءة وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية، يقول سيدي: اجعلوا مؤسساتكم منابرة لنشر العلم وتشجيع القراءة بين الناس. لو تعطينا أستاذ خالد نبذة عن حول أو عن مبادرات هيئة الصحة بدبي في شهر القراءة. طبعا في الأول من مارس تم إطلاق شهر القراءة من خلال تعميم موجه من قبل سعادة المدير العام لكافة موظفي الهيئة بضرورة يعني اتخاذ قيادتنا قدوة لهم في عملية القراءة، وأيضا أن يواكبوا الفعاليات التي تنظمها الهيئة في هذا المجال، يعني نوعا ما تذكيرا لهم بضرورة أن يعني يكونوا ضمن مجموعة القارئين الذي المحدثين لمعلوماتهم من خلال هذه القراءة. اليوم كان في بداية أيضا نشاط من خلال نشاط أسميناه نهديكم معرفة، انطلق مجموعة من موظفي إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في الهيئة إلى المسؤولين في الهيئة بإهدائهم مجموعة مختارة من الكتب تكون نواة لمكتبة لهؤلاء المسؤولين إن لم تكن لديهم مكتبة، وتكون إضافة لمكتباتهم المتوفرة حتى نزيد كمية المعرفة في معارف مختلفة. عندنا أيضا غدا إن شاء الله من برنامج اسمه منهل المعرفة، إطلاق اشتراك الهيئة في مركز المعرفة الرقمي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف يكون هناك حوار افتراضي حول دور القراءة في دعم البحث العلمي وتأهيل باحثي المستقبل في القطاع الصحي، وهذا الحوار سوف يكون مع مجموعة من الجامعات يهدف إلى توضيح أهمية القراءة في عملية البحث العلمي وكيفية الاستفادة من المكتبات، سواء كانت المكتبات الرقمية أو المكتبات الورقية في عملية يعني البحث العلمي. وسوف يكون حضور هذه الندوة الافتراضية طلاب كليات الطب في الجامعات الأربعة إضافة إلى أطباء الهيئة. نعم.
نعم طبعا استاذ خالد، ذكرت عن مركز المعرفة الرقمي، وايضا ذكرت ان هناك مبادرة اللي هي نهديكم معرفة. صراحة احببت هذه المبادرة، مثل ما ذكرت استاذ، اذا لم يكن لدى هذا المسؤول او هذا الشخص مكتبة، ربما يكون هذا الاهداء هو النواة الأساسية لهذه المكتبة وبداية المعرفة لهذا الشخص وبداية تعرفه ايضا على يعني الكم الهائل من المعلومات التي سيحصل عليه من خلال القراءة. وأيضا ذكرت أستاذي أن هناك مركز المعرفة الرقمي، حبيت أستاذ هذا التوجه لدى الهيئة نحو المعرفة ولكن بالأسلوب الرقمي أو أسلوب أيضا المتطور، فأنتوا أيضا هناك مواكبين للتطور هنا في الهيئة، فحدثنا، نحن نبي نعرف منك اليوم شو بيستفيد الموظف في هيئة الصحة في دبي من وجود مركز المعرفة الرقمي؟ طبعا موظفي الهيئة لديهم القدرة على أن يدخلوا إلكترونيا إلى المجموعة، تقريبا أكثر من 150 ألف عنوان كتاب باللغات مختلفة، وأيضا بعضها كتب مقروءة وبعضها كتب مسموعة، سوف تكون متوفرة لكافة موظفي الهيئة أن يدخلوا من خلال رابط سوف يظهر لهم في الإعلان غدا بإذن الله تعالى في الإطلاق، ومن غد إلى نهاية السنة يستطيعوا أن يدخلوا في أي وقت من الأوقات. فلهذا الـ يعني احنا نتيح المعرفة والقراءة لهم، سواء كانوا في بيوتهم، سواء كانوا في المكاتب في ساعات او فترات الاستراحة، ان يستزيدوا قدر المستطاع من المعارف المتوفرة في هذه المكتبات. احب اضيف ان ايضا عندنا حوار معرفة اخر مع التعرف على تجارب الهيئات والمؤسسات الأخرى في حكومة دبي، وراح تكون هذه يوم 11 مارس، راح نتعرف على تجربة هيئة الصحة، تجربة بلدية دبي، تجربة هيئة الثقافة والفنون، تجربة محاكم دبي في مجال القراءة، ما هي تجاربهم، حتى نستفيد من بعض من خلال هذه الندوة الحوارية اللي بتكون. أيضا احنا ما نسينا أن أيضا ذوي أو أصحاب الهمم، فعندنا في الأسبوع الثالث إن شاء الله ندوة حوارية تحت عنوان من حقي أن أقرأ، وسوف يعني نتحدث فيه عن تحديات القراءة لدى أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، ما الذي وفرته الدولة لهؤلاء حتى يكونوا أيضا ضمن عناصر المجتمع القارئين، أيضا ما وفرت الدوائر الحكومية وما وفرناه نحن في هيئة الصحة. هذا الموضوع إن شاء الله سوف يكون مع متخصصين أكاديميين سوف يتحدثون عن هذا الموضوع. طبعا هناك أيضا فعاليات حول تجربة القراءة الجماعية، سوف تكون عندنا فعالية الهيئة تقرأ في مستشفى دبي، الهيئة تقرأ في مستشفى حتى، الهيئة تقرأ في الإدارة العامة وفي جميع منشآت الهيئة. نعم. أيضا عندنا تجربة راح تكون جميلة إن شاء الله، ما راح نتكلم عنها اليوم، راح نتركها مفاجأة في ساعة القراءة الوطنية، وإذا كان لنا عمر إن شاء الله سوف نتحدث لكم عنها يومها في تاريخ 27 من شهر مارس سنويا، هي ساعة القراءة الوطنية. أيضا سوف تكون عندنا قراءة في كتاب تحاضر فيها كاتبة وأديبة عاشت بيننا سنوات طويلة اللي هي الأستاذة إيزابيل بالهول، سوف تتحدث عن تجربتها في القراءة وفي الكتابة من خلال محاضرة، وهي رئيسة المهرجان طيران الإمارات للآداب، وهي شخصية معروفة إن شاء الله. كل منتسبي الهيئة راح يكونون موجودين افتراضيا مع جدا. الوجود الفعلي لعدد محدد التزاما بموضوع الاحترازات الصحية.
ما شاء الله عليكم أستاذ خالد الجلاف، يعني أقدر أقول أن نحن في هيئة الصحة في دبي اليوم وبكل يعني صراحة فخر واعتزاز برنامجنا لشهر القراءة هذا العام وكل عام، يعني تناولت ويعني لم يكن حتى موضوع ربما جائحة كوفيد 19 عائق أمامكم بالنسبة للمبادرات اللي ذكرتها اليوم. يعني ذكرت لنا أن أنتم اهتميتوا في أدق التفاصيل حتى في موضوع أصحاب الهمم وكذلك تجربة القراءة الجماعية وتجارب المختلفة، أن أنتم أيضا حبيتوا أن أنتم رغم برنامجنا الهائل في شهر القراءة سيكون لنا أيضا نقل للمعرفة مع تجارب مؤسسات أخرى في شهر القراءة وكذلك يعني الحوارات الافتراضية هذه. فدكتور يعني أستاذ خالد، اليوم نحن لم يكن لجائحة كوفيد 19 أثر في شهر القراءة، نقدر نقول مشيتوا على برامجكم ولكن بطريقة متطورة أكثر. طبعا هذا صحيح، لأن الجائحة لا نريدها أن تكون عائق أمام أي تطور. الإمارات أعطت نموذج عالمي في كيفية يعني التعامل والتعايش مع هذا الوباء. الحمد لله والشكر الأمور عندنا في الإمارات من أقصاها إلى أقصاها طبيعية، الكل يستطيع أن يعيش، ولكن مع أخذه للإحترازات المطلوبة الصحية المطلوبة، يعيش بأريحية، يقرأ، يمارس الرياضة، يمارس التسوق، يمارس يعني حتى زيارته للمطاعم للمقاهي. الكتاب هو أحد مظاهر الحياة اليومية، هناك عناصر كثيرة في المجتمع تحب القراءة، لم يمنعها أو تمنعها الجائحة أن تحتفي بشهر القراءة بأساليب جيدة ومبتكرة. لابد أن أيضا نستفيد من تجارب الآخرين، لأنهم هم أيضا مارسوا القراءة في 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 فترة الكوفيد وبأيضا بامتياز، نستفيد من تجاربهم ويستفيد حضور الذين سوف يكونون في هذه الندوات، يستفيدوا من تجارب الآخرين، ونثبت للعالم بأنه ما دامت هناك إرادة لا عائق لها بفضل الله تبارك وتعالى، نستطيع أن نجد أساليب جديدة، طرق جديدة لبث المعرفة، لبث حب المعرفة والاقتداء بقدواتنا حكامنا ومسؤوليننا والاقتداء بتوجيهاتهم، أن لا شيء يقف أمام الإماراتي في الوصول إلى أهدافه. نعم، وطبعا في النهاية أستاذ خالد الجلاف هدفنا بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة. هذا المجتمع المتسلح بالعلم والمعرفة والقراءة بإذن الله قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. طبعا الحديث أستاذ خالد معاك شيق وممتع، وطبعا نحن اليوم استفدنا منك كثير وعرفنا عن مبادرات هيئة الصحة في شهر القراءة، وإن شاء الله لنا استضافة معاك لتحدثنا عن المفاجأة اللي ذكرتها اللي بتكون إن شاء الله في ساعة القراءة الوطنية. لنا لقاء معاك آخر أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا وشاكرين لك وقتك الثمين اللي استقطعت للحديث معنا. أنا طال عمرك، بس في نهاية اللقاء أريد أن أذكر أستاذ المستمعين بما يطلق علينا نحن، أننا أمة اقرأ، لأن أول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ. فلا بد أن نكون حقيقة من أبناء هذه الكلمة، وأن نعزز القراءة ضمن جدولنا اليومي وضمن جدولنا الأسبوعي وضمن جدولنا الشهري، حتى نستطيع أن نكون في الريادة مرة أخرى وأخرى. لولا هذه القراءة لن نكون في الريادة أبدا. نعم، لأنها أستاذ خالد أول كلمة تشرفت بها الأرض من كلام رب العالمين، ومن بين آلاف الكلمات والألفاظ أستاذ خالد اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون اقرأ أول كلمة تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل ما قلت هذه نصيحة جوهرية نتمنى من مستمعين ونتمنى من الجميع أن يأخذها على محمل الجد. شكرا لك أستاذ خالد. العفو، شكرا لكم.
وطبعا أعزائي المستمعين، بعد حديثنا الشيق والممتع حول مبادرات هيئة الصحة في دبي في شهر القراءة، نختم معاكم حلقتنا لليوم ونذكركم أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون قدمنا لكم اليوم محتوى مفيد وممتع، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر موصول في للتنسيق والمتابعة في نور دبي للأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج كان معانا اليوم المخرج أيمن سرحيل، وفي التقديم كان معانا اليوم زميلي عبد الله جمعة، وكنت معاكم أنا آمنة العلي، وأتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.